في بوادي الحجاز بين مكة والمدينة، عرفت قبائل العرب حكاية فريدة امتزج فيها الخيال بالحقيقة، وبطلها شاب غير هياب وفارسة جسور جميلة. إليكم قصة المياسة والمقداد. حازت المياسة أفضل الخصال حتى قيل قد بلغت الكمال، كانت ذات حسب ونسب رفيع، فوالدها جابر الضحاك من سادة كندة. في جمالها أبدع الخلاق بقد من اسمها مياس، ووجه صبوح تغار من ملامحه الملاح، وفوق كل هذا فارسة تشهد لها ساحات النزال. أما ابن عمها المقداد بن الأسود الكندي فنشأ يتيما غير ذي مال، يرعى خيل القبيلة وإبلها، لكنه شب فارسا مغوارا لا يتهيب الوغى ولا يخشى. بلغت المياسة سن الزواج، وأقبل سادة العرب لخطبتها من كل مكان، ومنهم أبو جهل الذي طلب يدها لولده حنظلة ونافسه في ودها من قريش آخرون، حتى قيل ما ظل من العرب أحد إلا وقدم على ديار كندة يريد المياسة. احتار الضحاك في أمره، فسأل ابنته أن تختار من هؤلاء السادة من شاءت، فقالت: لا يحوزني إلا فارس مقدام يبارزني، وفي ساحة النزال يغلبني. اعتلت صهوة جوادها وأعملت سيفها تنازل كل مقبل عليها فتغلبه، حتى خلت الساحة. ومن بعيد أقبل فارس ملثم لم يعرف أحد هويته، وسرعان ما اشتعل بين الاثنين صليل السيوف، وطالت المعركة واشرأبت لمتابعتها الرؤوس. وكانت النهاية أن تمكن الفارس المجهول من هزيمة فارسة كندة المياسة. فمن يكون وأي شرف يطول؟ ما غلب المياسة غير المقداد، وقد استعار من خاله العدة والجواد، لكن قلة ذات يده حالت دون أن ينال المراد. غال الضحاك في المهر ليعجزه وعن ابنته يصرفه. فهل انتهت هنا الحكاية؟ لا، ارتحل المقداد بين المدائن والقبائل ليحصل مهر المياسة يغزو ويقاتل. من بلاد العرب جلب 300 من الإبل، وبلغ صيت شجاعته كسر الفرس، فمنحه خاتما تعادل قيمة فصه، خرج مصر والعراق والشام لسبعة أعوام. وعاد فارسنا المغوار إلى كندة محملا بالنفائس والهدايا والأموال، وتزوج ابنة عمه وتم المراد. وظلت العرب تتناقل قصة المياسة والمقداد.